أقف هنا أمام منزل عائلة عبدو، هذا المنزل الذي ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فيه مجزرة في ساعات الفجر، حيث قصفته على رؤوس ساكنيه. ارتقت عائلة بأكملها في هذا الاستهداف، وسمع خلاله صراخ الناس وهم يحترقون. هذه الصواريخ المركزة التي تستهدف أجساد الآمنين في ساعات الليل وفي الظلام الدامس، هذه واحدة من المجازر المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد. رغم أن الاستهداف مضى عليه وقتا، إلا أن الحرائق لا تزال مشتعلة في الشقة السكنية التي انتشل الدفاع المدني والخدمات الطبية جثامين الشهداء من داخلها. هذه المنطقة التي تقع غربي مدينة غزة وبالقرب من البحر، نشاهد كيف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حولتها إلى منطقة خراب في استهدافاتها المتكررة لهذه المناطق. هذه المنطقة وهذا المنزل الذي نشاهده أمامنا ارتقى فيه 8 شهداء، وأصيب من الجيران آخرين بجروح متفاوتة، نقلوا في ساعات الليل إلى مستشفى المعمداني. لكن على أي حال، هذه الصواريخ وهذه الاستهدافات المركزة التي بات جيش الاحتلال الإسرائيلي يتبع هذا الأسلوب في هذه الاستهدافات، صاروخ ينفجر داخل شقة سكنية يفرغ كل محتواها خارج الشقة على الأرض، تتناثر الجثامين وتتناثر محتويات الشقة إلى خارجها، ثم تندلع النيران في المكان المستهدف. هذه النيران لم تكن لتشتعل حتى هذه اللحظة لو كان هناك مقدرات لدى الدفاع المدني. بعد يعني تدمير هذه المقدرات، بات من الصعوبة أن يتم انتشال جثامين كل الشهداء أو السيطرة على مثل هذه الحرائق. الحمد لله على سلامتكم. ايش اللي صار؟ والله احنا صحينا فجأة هيك على صوت قصف، احنا طبعا ساكنين هنا في الشارع الثاني، طبعا البيت هو بيت عمي يعني. فجأة صحينا خابطين البيت، نعرفش بدون مقدمات، لقينا نار مولعة مش عارفين حتى نتواصل معهم جوا. والحمد لله شاءت الأقدار انه انتشر عدد من الشهداء، والحمد لله على كل حال. كانوا صوت صراخ ناس بتحكي. صحيح صحيح. ايش من ايش هذه كانت؟ وكنت قادرين تصلوا لهم وهم بيصرخوا؟ والله النار كانت نوعا ما يعني الامور صعبه، حتى احنا الامكانيات سواء في الدفاع المدني ولا احنا جهودنا بسيطه، يعني حتكون مش زي الجهود المتوقعه ان نار كبيره وقصف وشغلات زي هيك. مبرر؟ في مبرر لمثل هذه الاستهدافات؟ لا. عمك يعني لا. ايش ناس امنين؟ لا امنين مدنيين في المنازل؟ احنا مدنيين، بيت عمي مدني، ابن عمي واولاده وزوجته كلهم مدنيين، ما لهم لا في تنظيمات ولا في حاجه. بس احنا صحينا على الاربع الفجر ما لقيناهم الا خبطينهم صاروخ لهم وصاروخ لجيرانهم، جيرانهم دار عبده صاروا ينحرقوا ما لحقناش نطفي النار، ماتوا بالنار. البنت الصغيره وقعت من انحرقت وقعت من الطابق الاول، حتى الدفاع المدني ما فيش امكانيات، خلص المية وكمان ما قدرش يدبر كمان المية، صرنا احنا في قلان صغار نطفي في النار. ما وبس كفتش مع المية مع الدفاع المدني؟ ما كفت، لا ما كفتش. مثل هذه الاستهدافات لها مبرر؟ ما لهاش مبرر، بس هذا اجرام، هذا اجرام الاحتلال الاسرائيلي، بس هذا بس بده يدبح اولاد شعبنا مش اكثر يعني. كانت مشاهد مفزعة مرعبة، مشاهد يعني عاطلة ويعني بتحزن. يعني البنت كانت مفحمة قاعدة بتتناجد فينا واحنا مش قادرين نطولها من شدة النار. احنا دخلنا من دار عمي، خرجنا الحيطة احنا والدفاع المدني
ولما دخلنا اخذناهم الا هم ماتوا. فات الاوان الزلمه كان عايش انخنق ومات، والباقي محروق، والباقي كله محروق. الله يخرجها. يعني هذه الشهادات المفزعة من مثل هذه الاستهدافات الإسرائيلية التي لا تفرق بين طفل صغير، شيخ كبير، رجل مسن، كل من يقع تحت هذه الصواريخ يتم قتله بصورة مباشرة. النيران لا تزال كما نشاهد تحترق. وحدثنا هذا شاهد العيان أن الدفاع المدني بمقدراته لم تكفيه ولم تسعفه لإخماد هذه النيران. كان من الممكن أن يتم انتشال من هم على قيد الحياة من هذا الاستهداف والحريق، لكن الإمكانيات حالت دون ذلك وعجز الأهالي أمام النيران المشتعلة. الحمد لله على سلامتكم. إيش اللي صار؟ اللي صار كل خير. بقينا قاعدين نايمين الساعة 3:30، نزلوا صاروخين مع بعض، استنينا شوي، طلعنا في الشارع لقينا الحريق شايل، لقينا جيراننا وأهلنا مرميين في الشوارع، ما قدرناش نعمل اشي، ولا قدرنا ننقذهم، ولا قدرنا نعمل اشي. بنشوفهم قاعدين بموتوا قدام عينينا واحنا مش قادرين نعمل حاجه، الدفاع المدني مش قادر كمان يقاوم لانه فيش معدات معاه. والله يرحمه، هاي اللي صار. انت شلت الشهداء وهم مفحمين؟ مفحمين، جثث دي على الارض مكومه لحتى الان، يعني في منهم ملزق في الحيطان. بنات اطفال زي ما هم ملزقين في الحيطان، بقوا في فراشهم زي ما هم سايحين سيح. زلمة اختيار مسن بناشد بقول مشان الله يا عمي بس اقلعونا من فوق، هو وبناته واولاده 7 انفار، ما قدرناش نعمل له شيء، ولا قدرنا نطلع له، ولا قدرنا نصل ونجيبه حتى. النار اكلته؟ في الاخر اكلته النار هم وال7 انفار، مات هو واولاد بناته وبنات ابنه لسه جديد مستشهد، فيش الا 3 بنات له، برضه استشهد 3 بنات لحقوا ابوهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، هاي اللي بنقوله بس. ولا في اي حاجه، والله الجماعه ما لهم في حاجه، ولا بيعرف حاجه من هالقصص هذه كلها. ارزاقيه له قماش بيعمل ستاير، وابنه ببيع بزر، ببيع فستق وبزر، ولا لهم في هالقصص هذه كلها. ايش رسالتك للعالم؟ بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، هاي اللي بنقول. الله يفرجها. يعني لا يجد الاهالي مبررا لمثل هذه الاستهدافات، كل استهداف نصل اليه نوثقه ضحاياه من الاطفال والنساء والشيوخ ومن المدنيين. هذا منزل عائلة عبدو مقابل فندق الأمل غربي مدينة غزة، واحد من المنازل التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه مجازرها المروعة على قطاع غزة وعلى المدنيين الآمنين في منازلهم. محمد شاهين، الجزيرة مباشرة.